لعبت في الترجي الرياضي التونسي، وبطبيعه الحال لعبت في منتخب اللي فيه نجوم كبار كانوا ممكن هما عندهم زاده امكانيه باش تحصلوا على اللقب هذا، عقربي، تميم، عطوقة. انا نقول تونس اذا تألقت 78 لان لعبت العشرة مباريات تصفيات، التصفيات كانت قويه، احسن تحضير لكاس العالم هو تصفيات كاس العالم. التصفيات كانت مع فرق قويه، كانت مع نيجيريا ومغرب وبطبيعه الحال غينيا وجزائر ومصر. الشوط الاول كنا متخوفين صح، كنا خايفين، ما دخلناش في جو المباراه، كاس عالم وسجلونا هدف وفما شويه ارتباك في الفريق وما لعبناش على مستوانا الحقيقي. بين الشوطين الحق الشتيري قال توا قاصرين واحد بلاش، مع ان ما نخسر يلزمكم، وشويه تعديلات. الحق دخلنا في الشوط الثاني خلينا ثقه في نفسنا وسجلنا في بدايه الشوط الثاني، اعطانا ثقه كبيره في وجا ولعبنا على مستوانا الحقيقي. ليزاريتي رو يطلعوا، ليزاريتي رو يماركيو، ودومي ديفونسيف يماركيو، معناتها الشتالي سابق وقته. يعني حتى مدرب افريقي ما يمكن يجازف ويلعب الهجوم في كاس العالم. الهدف الثاني اللي سجله نجيب عمير، واحد واحد، كيفاش دومي ديفونسيف يعمل ابيل في ظهري ويخرج على اليسار وانا مررت متعدى على اليسار وملكا بونتو معناتها سجل هدف، معناتها صعيب السجل. يعني كنت المحاصر بيرتي فوكس بعد الماتش، اعطاني هو كابيتان، اعطاني المدول نتاعو، اعطاني كابيتانا بيرتي فوكس موسير، حصل كرويف كوب دي موند، حصل لاعبيه كبار. وانا بصراحه حصل الشرف انه واحد كيما بيرتي فوكس كان يلعب بجنبي، كان ياخذ تميم، كان ياخذ عقربي. صحيح المفروض ان خصوصا ان تونس 78 ما عادش ريفوليسيون، لكن غيرت عقليه المسؤول الاوروبي واللاعب الاوروبي على الكره الافريقيه. هرقال في اتجاه طارق دياب، طارق دياب يستعد القلب يخلق الهدف، والهدف الاول لصالح المنتخب التونسي في 15 دقيقه لعب عن طريق طارق دياب، هدف ما ذمهش. الوقت الحالي بصراحه ما عندناش جوار اللي ينجم ينافس، شكون باش ينافس؟ باش ينافس دروغبا، باش ينافس ايتو، باش ينافس جيان، باش ينافس لاعبين كبار، صعب. ايتو لاعب كبير وتتحصل على ثلاثة بطولات، لكن انا نقول بالنسبة لي انا تابعت ايتو خمس سنوات، أسوأ موسم هو بتاع مع الانتر، رغم انه فاز فريقه بثلاثة بطولات، لكن هو أسوأ موسم، وأقل موسم سجل فيه أهداف. سجل في 33 مباراة سجل 12 هدف. وكان في البارسا مهندس. في الانتر ولا عامل يومي. جيانا بالنسبة لي انا المفروض هو ياخذ تألق في كأس افريقيا وصول الدور النهائي. في كأس العالم وصول الدور الربع النهائي وسجل أهداف معناتها قاتلة وحاسمة، ولهذا المفروض هو يتحصل.